بسم الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا رحمن يا كريم يا محب للأبرار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. ورفع تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. قمة العبودية نالها نبينا عليه الصلاة والسلام، ونحن نفخر بأن الله هو المولى، هو الخالق، وأنه اجتبانا أن نكون من خير المؤمنين كتابعين لرسول الإسلام عليه الصلاة والسلام، وتابعين لكل الأنبياء لا نفرق بينهم عليهم السلام. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. للعالمين مش لقومه، بعث بقومه، لكن كان مقصود أن يبلغ الرسالة إلى العالمين ويراه فيها عبر الأجيال، مهما كان مكر بني أمية ولا بني العباس ولا غيرهم من المماليك، مهما كان مكر في حق الله، فالرسول عليه الصلاة والسلام دائما يلقى أتباع يقدرونه حق قدره ويصلون عليه حتى يرضى. نسأل الله أن نكون من أتباع النبي عليه السلام ومن خير هؤلاء الأتباع الكرام. والسلام.